إذا كان ده سليف كوليبالي بنجاحاته وبحب اللعيبة ليه وبحبه للنادي الأهلي وتقديره لجمهور النادي الأهلي، كان في كوليبالي تاني هرب من الأهلي وفجأة ظهر في المواقع والصحف إنه سليماني كوليبالي. بس سليف اللي موجود دلوقتي، أنا مش عارف كوليبالي، كل أفريقيا كوليبالي اللي موجود دلوقتي ده راجل مالي، سليف كوليبالي اللي هرب الفرود سليماني كوليبالي ده إيفواري. الأهلي كان لاحقه واشتكى للاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي قرر فلوس مستحقة للأهلي، غرامة على اللاعب 1,436,000 دولار، وربط انتقال اللاعب لأي نادي بسداد هذه المستحقات. فجأة تناقلت الصحف من يومين أنه نادي بارتك الأستوكلاندي سجل سليماني كوليبالي في قائمته. الاتحاد المصري قال أنا ما بعتش البطاقة الدولية، ازاي يقدر النادي الاسكتلندي يسجل لاعب في قائمته بدون ما الاتحاد الوطني اللي موجوده بطاقته فيه يبعتها؟ ايه القصه؟ لا يفتى. والاستاذ حلمي عبد الرازق المحامي القدير والمكلف بهذا الملف على التليفون. يا استاذ حلمي اهلا بسعادتك. استاذ حلمي، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي. سلمني عليه. مساء الخير يا كابتن عدلي، انا مش شايفكم، انا قاعد والله. ايه حكايه كوليبالي يا استاذ حلمي؟ والله بص حضرتك، كوليبالي احنا كان صدر لنا حكم، انا سامع استاذ ابراهيم بيقول صدر لنا حكم ب1,436,000 دولار نتيجه اللي حصل منه، ان طبعا الساده المشاهدين وكل الناس العامه والكافه عارفين حضرتك ظروف هروب الولد دون. والحقيقه اختفى فتره طويله، فاحنا بمجرد ما هرب احنا اخذنا اكشن ضده حفاظا على حقوق النادي الاهلي. وتطاولت القضيه دي في الجلسات فتره طويله جدا الى ان خدي فيها بالحكم اللي احنا قلنا من شويه. اللاعب كان مختفي تماما يا باشمهندس عدلي، وبعدين ظهر فجاه في ان في يحاول ان هو يتفق مع نادي اسكتلندي. كان يعني المواقع الالكترونيه بتطاير هذا الخبر، والى ان عرفنا في موضوع جاد. وفجاه الاتحاد الاسكتلندي طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم الشهاده الدوليه بتاعته. فما كان من الاتحاد المصري بعت لنا، قال لنا على فكره في حاجه كده. طب ما انت عندك يا اتحاد المصري، ما انت عندك حضرتك الحكم اللي جاي لك من لجنه فض المنازعات. بيرد على طول. ما بترد على طول، مش لازم ترجع لي يعني. المهم حضرتك ايه؟ رحنا ردينا عليه وقلنا له لا مش هينفع حضرتك تسلمها لان في كذا كذا، وارفقنا له صوره من الحكم اللي صادر من لجنه فض المنازعات. وبالتبعيه هو حضرتك رد على رد بالرفض على الاتحاد الاسكتلندي. احنا بعد ما صدور الحكم كان الرولز اتعدلت يا باشمهندس عادل في الفيفا. ستارتنج من 1/6/2018 حضرتك اتعدل لائحه الجزاءات عندهم، وقال لك ان اي فرد من افراد المنظومه منظومه كره القدم ايا كان بقى حضرتك نادي لاعب ايا كان صدر ضده قرار او حكم ملزم باي شيء يتعين عليه بمجرد اختاره خلال 30 يوم ان ينفذ، ما نفذ يتعرض امره على لجنه فض المنازعه سوري على لجنه النظام والانضباط في الفيفا، ويحق لها انها تغلظ العقوبه عليه. وقد تصل هذه العقوبه لمعاقبه اتحاد الوطن، وممكن توصل العقوبه حضرتك للايقاف. فاحنا مشينا ورا التعديل الجديد ده، وبعتنا اكتر من مره للفيفا انها تغلظ العقوبه على اللاعب لانه امتنع حقيقي ان هو ينفذ القرار اللي صدر. واحنا ماشيين في القصه دي فوجئنا بقى بان الولد بيتعاقد. اصل ده بيتناقض يعني التعديل اللي انت بتقول عليها حلمي بيه، ده اكثر صرامه، ده بيضمن حقوق الانديه اكتر والافراد المنظومه كلها يعني. طب الاجراء اللي انت هتعمله ايه دلوقتي؟ بص يا فندم، انت حصل ايه بس لازم برضو الناس الساده المشاهدين يشوفوا يعرفوا، وحضراتكم برضو تعرفوا ايه اللي حصل في 48 ساعه اللي فاتت.
انا فوجئت امبارح حضرتك بان صدر قرار من السنجل جاج اللي هو القاضي الاوحد في الفيفا حضرتك باحقيه النادي الاتحاد الاسكتلندي ان حضرتك في طلب البطاقه من الاتحاد المصري، وقال ان ده تعنت وتعصب من الاتحاد المصري لكره القدم، وعلي يقول لك في فحص الاوراق الكليم اللي كانت معموله القضيه ضد من النادي الاهلي ضد اللاعب، فتبين لي ان النادي الاهلي مش كين على الولد مش عايزه. يعني واحد هرب من عندي كين عليه ازاي؟ يعني بيقول لك انت مثلا على سبيل المثال اسقطته من قائمتك، ما قدمتش القائمه، فمش محتاج اسكانه، فبيقول لك خلاص انا ما اقدرش امنع اللاعب، وده حقيقي يعني الرول بتاعت الفيفا بتقول ما اقدرش امنع واحد من اللعبه. ليه؟ طب ومصير الغرامه ايه طيب؟ ما لا هتتنفذ طبعا، لازم تتنفذ، هتتنفذ.